الاختيار ثلاثة النهاردة بيعرض على حضراتكم وقائع استشهاد زميلنا رحمة الله عليه شهيد الصحافة المصرية الحسيني أبو ضيف، أنا آسف امبارح، الحسيني أبو ضيف بالرصاص المحرم دوليا. ولو تتذكروا لمن عاصر هذه الأحداث وتذكرها جيدا، أو اللي كان موجود طبقا لشهادات شهود العيان، فتم توجيه ليزر على الحسيني أبو ضيف رحمة الله عليه ثم قنصه. طيب احنا معانا على التليفون زميلتنا اسماء حسنين، زميلتنا الصحفيه اسماء حسنين، واللي كانت موجوده في عربيه الاسعاف ورا الحسيني ابو ضيف. اسماء اهلا بيكي. اهلا بحضرتك استاذ يوسف. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. يعني انا متاكد انه يمكن الحلقه دي بالتحديد بتخليكي تتذكري مجموعه من الاحداث اللي كانت شديده ومؤلمه، إلا أنه أنا محتاج منك أن احنا نسترجعها مع بعض مع المشاهدين باعتبارك شاهدة عيان يا أسماء. طبعا يعني هي قلبت علينا المواجع، رغم أن هي كانت بتعرض بس حوالي 30% أو 20% من الأحداث الحقيقية اللي حصلت في اليوم ده، لأن الأحداث كانت كلها دمية وكان في حاجات كتير جدا جدا. دي مذبحة الاتحادية الأولى 4 ديسمبر. مذبحة، مذبحة فعلا بالمعنى الحرفي. يعني أنا كنت متطوعة في المستشفى الميداني في اليوم ده، وكنت موجوده في عربيه الاسعاف اللي يعتبر يعني احنا بنقول عليها خط النار وقت الحرب، لان دي كانت حرب حقيقيه للاسف. كميه الناس اللي دخلت مضروبه بالنار، وقبل ما يدخل الحسيني ابو ضيف كان معايا محمد السنوسي، شاب بسيط جدا يعني من اسره بسيطه، كان معدي بالصدفه وخد طلقه ورصاصه وفي صدره، واستشهد بعد ما وصلته مستشفى منشية البكري بحوالي ربع ساعة أو نص ساعة. لا إله إلا الله. هو كان وهو في عربية الإسعاف كان بيتكلم، يعني هو كلمني وقال لي أنا يعني ماليش دعوة بحد، وأنا كنت جاي بالصدفة وماشي ووقعت ضربوني بالرصاص، وطلبت منه أنه هو يتشاهد وتشاهد، والحمد لله وديناه المستشفى وبعدها توفاه الله. مش بس السنوسي، لا كمان كان في حالات ضرب في العين، وكان في ناس كتير راحت عينيها، كان في ضرب بال 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 يعني بالكومة زي ما بنقول كده بالبلدي، كانوا مدورين الضرب في كل الناس. كان عندنا احد السفراء اللي برضو ضربوه. كان عندنا صدام قطعوا ودانه. وكان اخرهم الحسيني ابو ضيف الله يرحمه. انت شفتي الواقعه بتاعه قنص الحسيني مش كده؟ لا، هو اللي حصل انا استقبلت الحسيني، انا كنت قريبه، كانت اقرب عربيه اسعاف، انا اللي استقبلته وشلته ورحت بيه المستشفى. اما فكره ان عبد الرحمن عز، احنا شفناه وهو بيشاور بالليزر على الاشخاص، وكان من ضمنهم شريف الروبي شاور عليه وضربوه، وشاور على ناس كتيره جدا، وكان من ضمنها الحسيني ابو ضيف. والحسيني لما خدته حطيته في عربيه الاسعاف، هو كان واخد طلقه في دماغه. الطلقه دي بعد كده لما عملت الفيلم الوثائقي وقابلت الدكتور الطب الشرعي اللي كان اللي شرح الجثه، قال ان هي كانت برصاص دمدم. الحسيني كانت الواقعه الاكثر يعني تاثيرا فيا، ان انا لما رحت بيه المستشفى الاولانيه كانت مستشفى منشيه البكري العام، رفضوا ان هم يستلموه. وبحجه ان مفيش سراير وان احنا مش هنقدر نستقبل الحاله دي، روحوا لمستشفى تانية. فضلنا نلف بالحسيني حوالي ساعه لحد ما وصلنا لمستشفى الزهراء. كان نفس الاوردر ونفس الكلام، ان احنا مش هنستقبل الحاله دي، لحد ما في دكتور جه خدني على جنب ورحت وراح قال لي ان في اوردر ان الشخصيه دي ما حدش يستلمها. وفي هنا مكان ان احنا نستلمه. رحت قلت لهم خلاص، قعدت ازعق في المستشفى، قلت لهم انا مش همشي بيه ومش هتحرك من هنا، وانتوا هتستقبلوه بالعافيه بقى، لان انا ما كنتش عارفه اروح بيه فين. يعني واحد بينزف وقربنا من الساعه ومش عارفين ندخله المستشفى، كل المستشفيات رافضه ان هي تستقبله، وده بيدل او بيأكد ان الحسيني كان مقصود اغتياله، ما طبعا كانش مجرد رصاصه عابره او رصاصه جات له يعني عشوائيه زي اللي جات لبعض الناس. الحسيني كان مقصود يغتيل. طب اخيرا يا اسماء، لازال عبد الرحمن عز حر طليق، اظن هو هربان في المانيا مش كده؟
بالظبط، هو سافر دلوقتي وبيكمل دراسات بره وعاش حياته واتجوز وخلف وهو ما بيعملش اي حاجه غير ان هو يحرض على البلد طول الوقت على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. كل واحد هياخد جزاؤه. اشكرك جدا يا اسماء، ويعني الواحد ياسف على انه يخلي ذكريات بهذه الصعوبه تتداعى على الذهن، بس وجب جدا ان الناس تفتكر وتعرف وتتذكر وتشوف كويس جدا ايه اللي حصل مع الحسيني ابو ضيف او اي من الناس اللي سقطوا في هذه المواجهات الداميه يوم 4 ديسمبر، ما عرف اعلاميا وصحفيا باسم مذبحه الاتحاديه. لا مش هحكي انا عن اللي انا شفت وقتها خالص، يعني مش انا المركز بتاع الحدث دلوقتي، بل بالعكس الحدث نفسه هو اللي بيفرض نفسه كبطل يجي على الاذهان. رحمه الله على الحسيني ابو ضيف. وزي ما كنت بقول لاسماء، لازال احد المشاركين في اغتياله ولد اسمه عبد الرحمن عز، حر موجود في المانيا.